السلام عليكم لا فامي صافا بخير اموركم مزيان المهم هذا فيديو جديد على كيفاش نتعلموا السياقه ديال الرموك ديال المقطوره المهم اسهل طريقه ونوضح لكم امور اللي اجباريه اللي خاصكم تركزوا عليها وتعلموا عليها المهم بقاو معايا كاين الناس بزاف الاسئله جاوني ديال قال لك دير لنا فلوغ ولا فيديو على حساب السياقه ديال الرموك تمساحه هو معاكم بقاو معنا المهم اخوت نوريكم الطرق اللي ملي كتطلع من الشاحنه اول حاجه كتركز عليها هما لي تروفيزور كتشوفهم قادين مع المقطوره كتشوف الرؤيه كتكون واضحه عندك هنايا في البابريز كتشوف عاوتاني التروفيزور ديال اليمين تما واضحين مهم كنجيو هنا للطابلو نوريكم كل حاجه اش كتصلح هذا فرنامه هذا كيبلوكي رموكه كامله لكتي في شي عقبه بلاصين ستاسيوني ولا فشي طلعه بحال هكا كتجر عندك هذا مع كيخرج الريح كيتبلوكا رموك كامل هذا فلاند رموكا هذا الروتاردور كاين روتاردور كاين رانتيسور كاين فراموتور هذا الروتاردور فيه هنايا العادي هنا الاوتوماتيك كيخدم على الفران كاين بروميان دوزيام تروازيام مي كتعاودي نقشوه كو كيرجع كيكراطي واضح الامور هذا سوي كلاس كاين هنايا انا كدخل للمنيو ديال الكونسوماسيون ديال الغازوال والعباس المهم هنايا كاين اي اوف اون كاين الفيكساسيون ديال السرعه هذا السينيال فار كود المهم نمشيو لحاجه اخرى عاوتاني شنو باقي لينا هنايا في الرجل هنا كاين اكسيلاتور كاين الفران هما اللي كاينين المهم دابا نمشيو للطابلو ها هو كنديرو كونتاك كنجيو للطابلو طابلو اول حاجه ملي كنديرو امارش كنركزو كنشوفو هادو ديال البرد قرعيه برد جوج كاين الاولى والثانيه كندير الموكا وكندير التراكسور هادو خصهم يطلعوا الوسط يطلعوا الوسط هذه السرعه هنايا الوسطاني هنا كاين او كاين الموني هنايا اي 34 كونسوماسيون غازوال هنا الاوتوماتيك هو هنا الطابلو اوتوماتيك دابا هنا كاين الام بامور عندي لو كا غادي تولي ا اوتوماتيك الام شو كيما باين هنايا الام مانيوال المهم كنرجعو للنورمال بامور عا باش كنديرو امارش هادي كاين الار هي مشاريع المهم واضح الامور هنا كيعطيك بان الكابل ديال لابي اس ما كاينش في الرموكا المهم هي واضح الامور هنا هذا لي غوي السخونيه مخشي فوت الوسط هادي بور ديال الباتري ملي كيدير امارش كتحيد هادي اللي حداها على اليسر هادي باش تكون واضحه مزيان هنا هذا ديال الزيت ما كيفوتش النص هو هذا ديال الريجيم هو هذا المهم نديرو امارش باش تعرفوا شنو كيطرى للطابلو شوفوا دابا لي غوي ديال البرد هادو اللي على اليمين غادي يطلعوا مي كيطلعو هادوك كيوصلو للوسط عا باش كيمكننا نزيدو هدا لي كوي ديال الغازوال شو مانكسيري شو الريجيم اش غايديرها هاهما دابا لحقو الوسط عا باش يمكن ليا نزيدو كيمكن ليا نزيد تنحيد هاد البوطون هادي لي كتبلوكي الرموكة وكنحيد فران أمام كنجرو عندي هنا باش نطلع واضح الامور هذا فلان ديال الرموكه المهم الخوت كان انا نكمل لكم نشرح لكم الحوايج اللي ضروري خصك ديرها تعامل معها في الطريق بقى معايا المهم هذه هي البلاصه انا كنطلعو من الدروج كنحطو بينا هنا الشكل هذا هنا هذو هما المسالك هذا الفالف ديال الالي هذا ديال الروتور ديال الرموك نوريكم الطريقه كيفاش كتحيد لها لكم هذا مع هذا ديال الار يكون شي شويه صعيب هذا ديال الروتور يكون ساهل هذا الروتور شي كان خشيو لكم شويه ديال البلاصين ولا هنا هنا كنديروا ليه الرق هذا الامور بحال هو تال اخر تو بحال هكا كدار هذا ديال الضو ها هو كيكون واحد هنايا كما كتشوفوا هو هذا كاين هنا هو برونشي هو غادي المسالك ديالو مع هذا هنا كاين واحد
البيض كنديرو مع البيض وهاد النوار كيدار مع النوار. هادشي اللي كاين اخوتي في هاد العيبات كيكونوا هنايا. كاين هاد الكابل، الكابل كيكون سمحوا لي الكاميرا كتحرك بزاف، هنايا الكابل ديال الهايو اللي كيهبط السلعه. هادشي اللي كاين ديال البلاصه ديال المسالك. هادشي اللي كاين هادو ديما خص نراقبوهم قبل ما تزيد الشاحنه، كاين الا كان شي فويس كيكون الفويس ديال البرد اغلبيه كيكونوا من هاد الالي، من الروتور ولا من الالي، كنراقبو مزيان هما هادو. صافي بقى معنا باش نمشيو نوريكم كيفاش كتكروش الرماكوت ديكروش. ها انتوما خوت، هادي كنقولو لها السيلة كاش مقطوع. كاين هنا واحد الخرصة هنايا كنجرو عندنا هنا في العاد فوق وكنجرو هادي، يد كنزرو بها هاديك ويد كنجروها، اللي كنجرو هادي عندنا كاملة السيلة كتكون هي فاش كنحيدو المسالك. كنمشيو لهنايا كنحطو البيكي، البيكي هو أول حاجة كنصبقو، كنحطو البيكي هو الأول كيدور بكياس. كنجرو السيلات هنايا كما قلت لكم، كنحيدو المسالك، كنتأكدو بأنهم كاملين محيدين عا باش كنديرو أماش نتوكلو على الله. غنبقى معنا نوريكم كيفاش كنراقبو الزيت والماء والمسالك ديالنا. قدام الرموك كيتسلسل هاد الكاش هذا، هادي قرعة ديال الماء هنا كان، هادي ديما إلا كان رموك باقي سخون أمارش ما نجيوش نحلو، هادي كتخاف يطير عليك الماء سخون وصعيبة بزاف، كيكون في لا كومبريسيون بزاف. المهم حنا تكريسينا شوية، لا بدا لا كريس. هنا خصها ما تكونش فايتة الماكسيموم، ما خصهاش تكون فايتة، خصها تكون بيناتهم بين المينيموم والماكسيموم. المهم الماكسيموم ما تفوتوش. هادي كنراقبوها. زائد هنايا هنا فين كنديرو الزيت ديال البيطونش، هذا هو لاجوج ديال الزيت، كنشوفو الزيت ديالنا قبل ما نديرو امارش، كنقلبو الزيت واش في النورمال ديالها. هادو البلان، هادو فونطوزات ديال لاكابين، هادو ملي كيقعدو لاكابين هما هادو. صافي كنقلبو التيوات كلشي مزيان، كلشي واضح، هادشي اللي كاين. المهم الامور دابا راه واضحة. هادي القرعة ديال الغاز ديال الكليمة. المهم كيكون كلشي دابا باين واضح. كنقلبو الاضواء ديالنا مزيان صافي، وكنسدو باش ونطلع نشرح لكم دابايا الطريقة ديال كيفاش الدوبل وكيفاش المسائل. صافي عمار تنزينا على سبيل المهم وريتكم الخوت الاخوان ديالنا، الناس اللي باغيين يتعلموا السياقه ديال الرموك، هادو هما الحوايج اللي اساسيه اللي خاصكم تقلبوها وتشوفوها. المهم عاد دابا انا واقف دابايا انا بالرموك كنشارجي، بغيت نزيد نوريكم كيفاش كدير كلشي. كاين هذه هي الطريقه، ملي كتحيد دوك المسالك كامله وكتجر السيلات صافي، كدير كتكون ديك الساعه ديال امارش كتزيد، كيكونوا البيكيات نازلين صافي، الامور راه مزيانه. هادشي اللي كاين. والطريقه ديال كيفاش هتكروشي نفس الامر، كتكون رموكه واقفه، كتجيب المرايه نيشان جايين مع 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 المقطوره، كترجع ملي كتوصل للرموكه السيره كتحرك الرموكه، كتهز الفونطوزات بالكوموند معاك يمس الطابله بحال هكا، كترجع بشويه باش ما ترتخش، باش ما ترتخش السيره، باش ما تخرجش عليها، كتمع الطرق كترجع صافي. فاش كتربط المسالك هما الاولين، كتخلي البيكيت هما الاخرين، كتربط المسالك ديال الالي والروتور ديال البرد، كدير الفيشات ديال الضو باش كتجي البيكيت تهزهم صافي، كتسنى البرد حتى كيطلع يوصل لقرعه البرد ديال الرموكه صافي، ديك الساعه كنزيدو. المهم رموك الحوايج اللي صعاب فيه من غير هادشي، عندك الطوناج ملي كيكون شارجي، عندك في ايام الشتا، عندك الدوبلاج، عندك وسط المدينه،
الحوايج نادم ديما الا بغيت تعلم رموك ديما البلايص يمشي فيهم بشويه، عمر شي واحد ما يقولك انا معلم. انا كنهبط في كما كنقولوا حنا كنهبط في ديساندا، كنهبط طالق للرموك كنزري. لا اي حاجه، انا راسك رموك باقي صغير والحمد لله عمري ما درت شي حادثه. ديما البلاصه اللي بانت ليا واعره نمشي بها بشويه كما كنقولوا حنا نشاوروا نوصلوا. المهم نمشي بشويه وما نتعاند مع حد في الطريق، وديما السائق ديال لا بالنسبه للحافلات ولا الشاحنات ولا الرموكات ديما كيتسموا سائقين محترفين، سائق مهني ديما هو خاص يعد الاسبقيه للناس ديما ديما انت كتحاول انت كتسوق بالناس. المهم كنتمنى هذا الفلوغ هذا الفيديو سمحوا لي مع مولف الفلوغ، كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. المهم وريتكم هاد الحوايج اللي مهمه خاصها تكون في الرموك. المهم من بعد ندير لكم شي فيديو اخر ديال الطريق، كيفاش كتكون هابط الطريق، شنو كدير، كيفاش كتعامل مع الرموك. المهم نحاول اخوتي باش تشجعوني باش نزيد نوريكم اكثر. حاولوا هاد الفيديو تبارطاجيوه الماكسيموم، بارطاجيوه الماكسيموم، وما تنساوش الجرس، فعلوا جرس ابوني وشي جيم وشي كومونتير زوين باش نبقى معاكم فيديو زوينين. المهم هذا الفلوغ هذا الفيديو غنلوحو في اقرب وقت ممكن، وتحياتي لكم خوتي، ونتلاقاو في شي فيديو اخر، وشكرا لكم.